قيصة دوك الاخرين هذا كل اللي الفوق اللي حداهم فوق منه هادو هادو جاك ناضين هادو وانا متبعة يرحم والديك خالتي شوف انا سمعت اللعاني وقلت انت بالك يكون هذا غازل دويصال واللي كنت ميزت كيف ما مزيانين الحمد لله الحاج الله طول في عمرك. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا النهار الزوين، توحشناكم. نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. كنحبكم بزاف، شكرا على الكلمات ديالكم، حقنا شكرا على لي لايك ديالكم، راكم عزاز وغاليين، حفظكم. ودابا ان شاء الله كنستعدوا لواحد السفر اللي واعر، خارجين باش نشريو شي حوايج ان شاء الله. وخليكم على الوصال كحله العيون. السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في الفيديو ان شاء الله. الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي استعدادات ديال السفر. شنو غنعمل في الباليزه؟ يعني انا معكم داكشي وهذاك. سبحان الله، سمح لي قطعتك، جيتيني في هذا الفيديو بحال شي ورده. عويناتك بحال شي وريده، سبحان الله. عويناتك خالي خالي خاليه من ال عويناتك. ما قدرش مسكين يوصف، ما قدرش نوصف انا صراحه. اكشي بعضين تشوفهم سبحان الله، ما سبحان الله سبحان الله. المهم الحبايب ان شاء الله ربي يعلمشيهم نشوف شي حاجه. الله يحفظ عليهم العين. امين يا رب. الله يحفظ لكم نتوما اللي حساس عليكم كامل. انا صراحه هاد الزوجه ديالي ماشي زعما حيتاش نتوما دابا معانا كنفتخر بها حداكم. الحمد لله انا زوجي ديالي كنفتخر بها، حدا الام ديالي، حدا الاب ديالي، حدا خوتي، حدا الناس كامله. الحمد لله الزوجه ديالي محترمه، كنحترمها وكنحبها. اه طبعا، يعني اللي ما حبش الزوجه ديالو واحترمها راه ما كاين والو. ياك والو والو والله الا كنحييك على هادشي اللي كتقوم به كامل. وماشي معايا انا، مع عائلتي كامله ومع الناس كامله اللي كيحبوك. وهادي هادي شهاده الحق، ماشي مني انا، حتى منكم انتم. ها خليو مريم تهضر معكم. يلا سير مريم. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، المهم رجعنا لكم واحد الفيديو مميز بزاف في القناه ديالنا. سبحاني ومتحمسه ليه بزاف بزاف بزاف. واش متحمسه؟ لواحد الجوله بغينا نخليها لكم مفاجاه. خليو لنا مفاجاه حتى نمشيو لتما. اوكي مشات لها الجلسه. فرحانين بزاف حيت هذا الصيف هذا غيخرجوا معنا. الصيف الاخر كنا مشينا ما سانش بزاف. كنا مشينا لشي بلايص بحكم انهم هنا كانوا هنايا مع جداتهم هنا كيقراو، حنا كنا في البلاد بزاف البلايص مشينا ما مشاوش معنا. ولكن دابا فرحانين بزاف، عندي وليداتنا معنا نبرعوها. مشات ضرب على يما. المهم واش واحد الموطع صراحه مرنا مشينا ليلو. يلا خليكم معنا الحباب، شكرا لكم بزاف. كيف طويله عليك؟ فين طويلة عليا؟ شوفوا عباد الله، شوفوا المشاهدين كتقول لكم طويلة. طويلة عليكم كامل. شي خاطرش كنبان طويلة عليك. يلا الحباب خليكم معنا ونتحركوا ان شاء الله. ان شاء الله ربي الصوت قدام. هيا بينا، تبارك الله عليكم، ما تنساوش اللايك، فرقوا لنا اللايك. بالمناسبة الناس اللي كيقولوا لي ويصل، واش الدار اللي كتصور فيها واش الدار ديالكم ولا غير كريم؟ لا راه الدار ديالنا. اش من دار كريم؟ الله يهديكم، راه الأب ديالي عنده ثلاثة ديال العمارات، هذا الكرا. الخير موجود. خلينا كي جاتكم اللبسه قولي واش ناضيه ولا ما ناضياش؟ والله حتى ناضيه، زوز اللوز. رجعت لك الصروه اللي كنت قلت لكم عاد في المجال ديال مدرستي الحلو، هذاك رجعته وجبت هذا اللي بحال الاكرام في المو. ولكن هذا صراحه جاك بوب هذا. وعملت هذاك سيوا، هذا قميجه صراحه طويله وفي الزخوه زعما مرتاحه، يعني لا من اليدين ولا من كل شيء، وعملته معاه. صراحه شوف انت اصلا لبستي كيجي معك. ياك صح. لا صراحه كيقولوا المتتبعين واخا كيقولوا لي صخصي تما شويه ديال الريجيم، ان شاء الله يا ربي دابا بديت في الريجيم. خصني نقص بحال ماكسيموم واحد 5 ديال الكيلو ان شاء الله يا ربي. دابا بقاو كتبوا لي في الكومونتيرات ويصال في وصلتي في الريجيم ديالك، شنو هذا كدوز معاهم؟ باش نبقى دائما مركز على الريجيم ديالي ان شاء الله يا ربي، ومتبعين غير واحد الشهر من العرس ديالو جات راسي شحال عنقص. المهم دابا الناس اللي عايزين يعني اذا هذا تحدي. فيا 80 كيلو دابا.
هي 80 كيلو. غنشوف شحال عاد نقص من هنا احسن العرس ديال الجزائر. ولكن ما بيناش فيه والله ما بينا فيه. ضري نعاود بي تي اس عاوتاني. ها كيف جاتكم؟ ها ها ضرب لك الاديداس عاوتاني مع بي تي اس هكاك الفشاحه هكاك. يلا وين دابا جبرتنا حنا؟ هذه ميرامار، هذا دابا الشبر مضاع الطاكسيات الطاكسيات ديال تطوان طنجة. كاين كاستياخ والصراحه شو واحد السوري هنايا شبيه له ما تسوري شنو عنده صراحه واه. كلينا البارح عنده الفلافل. شنو عنده هذا عنده الحلوه السوريه. عنده من الكنافه، عنده من الوحده 5 دراهم و 8 دراهم و 10 دراهم كل وحده وعلى حسب الشكل ديالها. هذا عاوتاني المحل ديال الملابس عاوتاني شوف كيفاش دايرين هنا. شتي على محلات صراحه شي واعر. هذا بوسك بوغوس كيف تطون كاين هنا نفس المحل. نفس المحل شارع ميرامر احسن شارع في مرتب وصراحه تقى فيه الحوانات بزاف يعني باش كان معروف. فيه البيع وشنو بصح ميرامر كيف فيه غير الماكله شو دابا تبارك الله كلشي يعني الماكله واحد الماكله عامره يعني. اللباس ديال النساء الرجال كلشي. ولكن دابا مع كيحبسوهم مع ال11 اخي كيخليهم شي مساكين يترزقوا الله مزيان تصورورا الناس من 11 الفوق دابا مع الصيف يلاه كتبدا تاكل ياك جهه الجوع حتى ديك 12 ملي كتبقى الدور بصح الله يعني صور له من هنا ويصل للجهه هذه ها يعني اصلا كتبان كتبان بان صح كيحبسوهم مع ديك 11 ونص والو يعني كتبقى لهم الماكله بزاف ديال الحوايج اللي كتبقى لهم ما كيسير بيهاش بحال الصيف ديما هنا كناكلو حتى 12 الوحده كانت كتبقى مرتيل عامره حتى ل 3 ل 4 الصباح تصوروا والله الا كانت كتمرتيل كتبقى ل 3 ل 4 الصباح الناس كدور لكن راه مرتيل معروفه عاوتاني بالامان ما كاينش اللي يقيسك هنا واخا البنات يبقاو يدوروا حتى للصباح بوحديتهم تليفوناتك وعندهم الفلوس ما كاينش اللي يأديهم نهائيا. هذا التسميه ميرامار كتسمعوا دابا شارع ميرامار التسميه ميرامار اسبانيوليه سميناها على تسميه اسبانيوليه ميرامار سمية اسبانيولية هاد البنت ولكن دابا راه حاليا شارع مولاي رشيد ولكن دابا الناس هنا ديال مرتيل ولفوه شارع ميرامار ولفناه دابا واخا قلبوا له السمية ردوا شارع مولاي رشيد باقي كلشي كيقول له ميرامار علاه صافي من قديم شحال هادي تسمى بشارع ميرامار صافي بقى شارع ميرامار ولكن بحال الناس اللي برانيين اللي كيدخلوا هنا ما كيعرفوش شارع ميرامار كيقولوا شارع مولاي رشيد المحل اللي شريت منه انا الحوايج عنده ديك الشيء الطوب هذا الدراري اللي كيتعامل تما الحلاوه وهي ما تشبعش معها حتى الهضره. هذا متتبع ديالنا من شفت القمايش اللي عنده 99 درهم هو هذا اللي شريت منه ديك القمايش 99 درهم صراحه زوين والله ترخاص عندك القمايش وشحال شفتهم انا في لي كومونتير ديال البنات سولوا فينجا يقول لك عافاك ويصل فينجا اللي بغى يتقطع من عنده صراحه عنده القميجات كسيبات بحال اللي خدات اكرام هذيك ديال 100 درهم صراحه بالمستوى. حنا المغاربه صراحه عزيز علينا الرخاء كلشي عزيز علينا الرخاء في ما كاين شي محل فيه الرخاء كلشي كيتهجم عليه. علاش انا ناخذ اللبسه غاليه واللبسه جات خطر ثلاثه صافي ونحيدها وبالعكس انا عزيز عليا نلبس لبسه ونعاوده ونعاوده راه الصوره كاين الحاجه كتكون شري من الرخاء يشري هذا النهار وغدا يشري حاجه رخيصه وما يشريش واحد اللبسه غاليه وبقى كيلبس فيها ما عاد شحال ما عاد شحال. دابا خصنا ندوزو باش نرجع السروال لمولاه ونشوف شنو نتقطعو من عنده شنو جاب. فين كاين شي واحد هنا؟ هذاك اللي انت دخلت السوق اللي كتشوفو. شي محل هنا ولا لا؟ شو هذا اللي في الشوكة؟ اللي في الشوكة اللي كنتقطع من عنده. لا ضرب له شي حاجة؟ غنرجع له السروال ونشوف شنو. شوف شي حاجة أخرى؟ اوكي. لاباس الله يحفظك اختي الله يوصلكم ديك المراد ديالكم كيف ما كتمناو. امين اختي الله يحفظك الله يسهل عليك اختي شكرا بزاف. او يصل دابا مع المتتبعين ديالك تسلم عليهم. الوالده تسلم على الوالده بزاف بزاف الوالده الله يحفظك اختي الله راه يكبر بك مرحبا بسلامة. هيا صافي الله يطول عمرك الحاج. جينا لهنا عند الرئيس ديالنا عاوتاني هو غنشربوا العصير الليمون تبارك الله عليك. هذا صاحبنا عاود كيعرفنا المتتبع ديالنا مسكين على راسه عاوتاني ها هو هنا في مرتله البلاصه هنا في الداخل الدراري
بلا ما نوصيكم اي واحد جاز منا هنايا يجي يشرب العصر عنده الليمون تبارك الله ناضي. عمرنا واحد ثلاثه ديال الكيسان. شنو يا بنتي؟ ساك شي حلوه من هنا؟ اه هو بردين الساعه. اه بارد. هذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 50 درهم. صغيرة واحدة كبيرة؟ مواسطة وصغيرة. وانا متبعة يرحم والديك خالتي جوده انا سمعت اللعاني وقلت انتو بالك يكون هذا غازل دويصة واللي كنتك ميزتك انتو ما مزيانين. الحمد لله الحاج الله طول في عمرك. الحمد لله جينا عن صاحبنا عاود ناكلو هنا الصوصات ما مخصكم شي ما خصك شي بنتي. انا اخلي شي ترخصي عمل خمسة خمسة يلا جوج كيسان ديال التين وعادو عزتك شو هادشي عندهم ناضي تبارك الله هنا الله يعاونكم. في واحد لذة زايدة هذا دائما هذا السيد كان ياكلو عنده هنا في مارتيل تبارك الله عليك. با عمر هي كنعرفو قديم هنا في مارتيل با عمر هي كتشبالو بزاف. با عمر ما شفتوش اليوم هنا عيان شي حاجة. الله يشافيه مسكين. تبارك الله على الرئيس كي داير بخير مزيان الحمد لله. عمرنا واحد جوج كيسان الليمون اللي كيبغي بالسكنجبير والليمون كاين غير الليمون. انا كيعجبني الليمون الحامض انا كيعجبني بالحامض. براوي صال بسم الله زيد عمار زيد شبار بسم الله شبار مريم زيد عمار واحد جينا معهم ديري صح بابا مروه سيدي خرجت من عزيزه بالعشيه خلعتني خدمه اسمع بابا شكون جا لا مروه لبيبه ديالي كبيده خليك تدخل الصبا قشعتينا العفيريته كيف زعما سمحتي فينا وخرجتي مع عزيزك شنو هادشي هذا؟ سمعت لافوار سمعت لافوار ها؟ أه؟ كيس الفريا لعبتي هاي هاي حصلتي يا الوالدة
وصلتي تبارك الله عليك ابي خير صح على الناس الله يجيب تيسير يعني الحبيبه الوالده ديالي الحبيبه الوالده هذه ما تهلا فيها الله ينورك تعرفها اشري الله يحفظك بارك الله فيك الله يحفظك راك دابا تشهرتي راك في يوتيوب دابا تشهرتي انت مع المشاهدين دابا كيشوفوا انت عمرتي اما الميكا لا ما كليت الله ما خدمنا اخوكم نقدر شنو هذا ديوا اليوم الدار انا كلينا انا ومريم كلينا قبل السؤال عبد الله تبارك الله عليك اش اخبارك راك في يوتيوب دابا غتشهر ان شاء الله اخي عبد الله انا اللي بغى شي حاجه مرحبا به دادار البحار الشاشيات الشاشيات كلشي مروه عجبتك هذه عدي هذه يا بنتي ها صافي انت فين اللي اخترتي بس نشوف بس نشوف كيوت كيوت ناضيه جاتك واعره ضبط راسك شويه لتحت انا هذه لبسها وصافي هذه بحال ديال اللي عندي في الدار عندي شعر عالي ورا شويه صافي جاتك واعره بحال التواركه صافي واعره ديها زوينه جات معك صراحه كاين شي بيع عشره مزيان ولا شويه وصافي لا 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 صافي 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 قيس هادو كويسة؟ كاين المارون تاعو بغيتي تدين زوينين هادو قيس هادو الاخرين هادو كل اللي الفوق اللي حداهم فوق منو هادو هادو جاك ناضين هادو أنا لقت لك الحاجة صار عجبني هذا هذاك جاو معك لا ما جاوش معك هروة صافي غدي هادو ها جيتي بحال مايكل جاكسون موريا جاوك انتينا كنتش معنا خويا في هذا لينا نديرو معنا شحال هاد السكة هاد البحر؟ السكة اللي حاسس هادو ولا منشي شي حاجة ياخذ هاديك جاتك واعرة الوان بحرية فين اللي عجبك؟ البحر هذا سفلاني؟ صافي عجبهم البنات هذاك نديو هاد شنيا غادي تشوف شي ساعة ولا؟ شوف درهم 60 درهم 120 درهم زائد واحدة كنبيع ب 60 درهم تبقى ب 50 درهم الثمينة هادو والله ما كنبيع بيهم دائما كنبيع زايد هذيك 10 درهم لأن ديك 5 درهم فهمتي يعني بحال الثمن الجمهور صافي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الصحة والعافية مرحبا شكرا انا نخوي لك ديك الساك لان كيجي فيه غير باش كنكبروه ديك الساعة تقدر تعمل هذا هنا تمام الكليان ديالنا الناس اللي كيشاهدونا كامل يجي عندك شي واحد ما تحش نعمل لهم ثمن مزيان ضروري الله ينور هاني والله شحال النمرة ديالك؟ 06 18 18 14 14 29 29 09 وشكرا بزاف وزارتنا بارك الله عليك شرف لي لانني بارك الله فيك ندوز في القناه ديالكم الله ينورك شكرا بزاف راجعين للباركينغ الكورنيش خاوي الكورنيش خاوي باقينا حنا الاخرين في الكورنيش سعيدين تشوفوا الكورنيش خاوي مصفر تحياتي الدراري الله يحفظكم الدراري العز الله يحفظكم الدراري اكل شي دابا شاد باقينا الدراري هنايا باقيين عندهم الكلاصه هنا كنعملوا بلاصه مريم والمروه اطلع لكم الزهراء شتو
شي على زهر عندكم ها كانوا تعصبوا قالوا احنا بقينا بلا كلاص كل شيء مجدود وما بدينو شوكولات هذا نديرو ليمون وهذا ليمون هذا نديرو ولا لا زيد عليك الليمون ياك هاك عم صبر يلا الله وتهلا فيك يلا ما تبايب دابا حنا جينا للدار دابا غنشاركم معكم الحوايج اللي شرينا وان شاء الله باش نسدهم في الباليزه ديريكت باش ما عندي لاش ونقيل نحطهم ويبقى الدنيا عامره بالكراطن هذا هو هذيك البنوار اللي شفنا هذا خداه علي ليلو هذه فوطه كبيره الصراحه حتى هو التوب ديالو هذا واعر لا طويل شي طويل بزاف وماشي قصر هو هذاك اكيد غتكونوا كتسولوا دابا على الثمن هذاك الثمن ديالو 40 الف فرانك حاجه مزيانه وهاد الفوطات خديت هاد القميجه صراحه ما انا برات راسي حوايج باين قال لي كي جات هاد السروال هذا زويون واعر هاد المره لبس كلشي بحال بعضو الا عتكون ان شاء الله اما تبدل لها في البياض ولا السنداله ديالي عاديه المهم تشوف تلبس داكشي اللي ارتحتي فيه انت واللي قال لك عقلك المهم كتلبس من الصوره لبس داكشي اللي ارتحتي فيه في الاول هالكسوه هذه تا تقدري حدا جبت شنو هادو اللي بحال بعضهم قلت خديت اللون هذا او قلت لا لا انا هذا اللون هذا عندي في الدار تشمسو في الضوء قلت بغيت يعني الصفر ويعيقوا لي مثال الصفر ولكن ما ضروري خصني نعمل حدا شي كسوه كامله في الكحل وفي هذه النجيمات هذه النقيطات في الصفر في الصفر ضروري باش كتفتح لها باش كتفتح لها اللون ديالها باش تفتحها انت وهاد القنيدرات خيطتهم يعني هو للدار وحده لبسته خيط انا والعواول وقف وقف هذيك نشوفوا انت هذيك جاتكم صراحه جات بحال شكل الكسيوه اللي واعره هذيك الشلو هذه ما يكونش مصفره عندي نمشي بها لابسه حتى واعره اللون ديالها ولا الخياطه هذه خيطتها عزيزه بنت اختي ياك تبارك الله عليها كي حي وعزيزه الشام ديالها خديت لها الشام في الكريمه هانتما قولي واكي جاكم كنت عندي اللون هذا الزيتي قلت انا هذا عندي هو هذا لو قلت شي خاطرتنا اللبس بدلو لأ عندي داخل او تسمى ماشي هذا لا هذا حسن هذا غيجي ما حسن غيفتحها مزيان غيفتح اللون ديالها مزيان هذه على شكل هي قندورة ديال الدار اللي كتجي بحال شكل بحال شكل كسيوات هيدا بغينا ندعم لهم هيدا مثل الشان هذا في الكري باش نفتح اللون دابا عاد عام طويل نجمع حوايج البنات وديالي وانا نشوف الحاجات اللي عندي واللي ما عنديش هذا هو لي كساك اللي خدينا هذه لك السنيسله وهذا لك الدميليش صراحه عجبني هاد الدميليش خليه يسير وعملوه في الماء وما كيكحل ما والو هادو هنا المناظر ديال البنات هادو د مريم هادو د مروه وانا خديت هادو هادو جاوك ناضيين هادو شافوهم تما وهادي الساعة اللي خديت وريهم الساعة ديالي اللي جيت فيها انا عاوتاني صراحة هو عملو لنا باش ما يتكرفصوش باش يبقاو طبيعيين كل حاجة عملها لنا في هادا ديالي شخصيا الصراحة كيتعامل داك الاول الله يعمرها طبيعي وهادي ديال عادي هادي وحدة خيط لا باقي تما حيدو على الصباع ديالي صح هيا عطونا الراي ديالكم ابلتي نعملها في يدي باش تشوفوها مزيان اش برا وصل صراحه جاتك واعره ما كيعجبنيش البيجامات في التصوير سبحان الله يعني في التصوير انا خصيوا البيجامات ديال الشتاء الغلط اللي كيكونوا بالبينوار اما في ديال الصيف ولا ديال يوم الربيع كان غير قنادر هيدا طوالين صافي يعني البيجامات عملت لهم النهايه غير قنادر سوى داك شي بيجاما هيدا يعني خفيفه ديال الدار وكان عندنا بلا تصويره كتكون لك نص كوم ولا شي حاجه دابا صافي دابا غنجمعوا هادشي كامل ونجمعوا الحويجه ديالنا باش في الصباح ان شاء الله نعسوا باش الصباح نشدوا الطريق يلا بالسلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله يا ربي فيديو جديد ونتعرفونا في المسجد ان شاء الله والله انا متحمسه والناس والبنات حتى هما متحمسين واخا اول مره غنمشيو لك الموقع ناخذوا واحد التجربه اللي واعره ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يلا بسلام عليكم تصبحوا على خير وكان حماق عليكم اللي خطيكم عليا